اذا مشاهدين شوف تي في مرحبا بكم معنا في البث المباشر مدينه طنجه. حنا دابا باقين قبلت الملعب زياتن فين كان فين حيث اجريت المباراه اللي ما بين فريق اتحاد طنجه لكره القدم وفريق نهضه بركان. اذا كيف ما كتشوفوا المباراه بقات 0-0. من بعد ما انتهت المباراه كاينين بعد البعض طبعا ما غنعموش حيت ماشي كلشي بعض المحسوبين على الجماهير كيف ما كتشوفوا جاوا خربوا وطيحوا هادشي كامل هرسوا كيف ما كتشوفوا الحجر هرسوا الحجر كيف ما كتشوفوا كلشي شيرو كاين شي طوموبيلات داخل اللي تاداو حنا شويه ونحطوا لكم الفيديو شو تشوفوا كاين شي طوموبيلات اللي جاوا فيهم الحجر بداو كيهزوا الحجر كيقلعوا الشانطي وبداو كيشيروا بالحجر على الطوموبيلات على الناس يعني وقعت واحد المناوشات هنايا كيف ما كتشوفوا شوفوا معنا هذا الحجر كامل اللي كتشوفوا في الارض راه كان كيتشير على الناس قبيلتي يعني وقعت واحد الروينه هنايا طبعا كيف ما قلت ماشي كلشي حيت كاين واحد الجماهير لاحرار كاينين جماهير اللي صراحه واعره كتشجع الفريق ديالها وكتبقى يعني كره القدم يعني هي واحد يعني كرة يعني اللي يلعب مزيان غيربح دابا اليوم ربح حتى حد اليوم بقاو 0-0 ولكن مع ذلك خرجوا بعض من المحسوبين اللي محسوبين على جماهير كيشوهوا صراحه الصوره ديال الجماهير لا الطنجاويه ولا البركانيه ها كتشوفوا معنا هادشي كامل كان واقف هادشي كامل طاح شوفوا الارض معايا حجر كامل حجر كامل تتصمت اللي كتشوفوا في الارض كامل تتصمت كاملين كانوا كيتشيروا قبيله على الناس يعني ما كنتيش تقدر تدوس قبيله في ديك الساعه اللي كان واقع فيها داكشي انتما كتشوفوا معايا لا حول ولا قوه الا بالله صراحه كيشوفوا الصوره ديال المشجعين الجماهير حيت ماشي كاع المشجعين هيدا بالعكس هي يعني الكره يعني واحد اللعبه اللي فيها ربح وخساره ما يمكنش ان كلشي يربح واليوم صراحه كلا الفريقين لعبوا مزيان عطاو ما بجهدهم باش انهم يربحوا ولكن للاسف كان 0-0 بقى ولكن تبارك الله عليهم تحيه لهم هذا المنبر اللي عطاو كل ما في يدهم باش انهم يفوزوا كامل طيحوه باقي غنوريكم يعني وقعت واحد الروينه هنايا صراحه معايا المشاهدين شفتوا كيف ما كتشوفوا معنا شوفوا معايا هاد الروينه اللي وقعت تخيلوا دابا هادشي كامل كيتقلع من الطروطوارات باش يتسيب على البشر ولا يتسيب على الطوموبيلات راه قبيلتي الا خرجتي في الساعه ديال البدايه راه مصيبه غتبقى تقلب بحال الحرب ماشي المباراه اللي كانت هنا حول ولا قوة إلا بالله شوفوا هادشي كامل تخيلوا هاد الصمات كاملة كيتشيرو قبيلتي كانوا قلعوا الطروطوارات وبداو كيشيرو على بعضيتهم طبعا مكنعموشي كيف ما قلت في البداية وكنقولها دائما مكنعموشي ماشي كلشي ولكن هنايا اللي وقع هادشي هذا كان من طرف بعض المحسوبين على المشجعين كاين هنايا واحد الإنزان أمني الكبير بزاف مشكورين المجهودات المبذوله كيبدلوها باش يحميونا يحميو كاع المواطنين وقفوا هذا الشغب هذا صبر الناس كامل يطاحوا كامل يفرعوهم فرعوا الطوارات طبعا كما قلت لكم ماشي كلشي لا حول ولا قوه الا بالله لان شوفونا كذلك باقي حاليا كيف ما كتشوفوا كاين واحد الانزال الامني كثيف كيحاولوا انهم يخرجوا الجماهير البركانيه في امان بلا ما توقع حتى مناوشات اخرى
اذا مشاهدي شوف تي في غتوقفوا معكم هنا. لان كنتوا معنا هذا البث المباشر مدينه طنجه من امام ملعب زياتن من بعد ما تسالت المباراه اللي كانت كتجمع ما بين فريق اتحاد طنجه ونهضه بركان عفوا. ما قلتش جمهور طنجه طبعا، انا قلت جماهير قلتش طبعا. احنا في البدايه وحنا كنقولوا بعض المحسوبين اللي محسوبين على الجماهير او المشجعين، ما نقدروش نقولوا لا المشجعين هادو ولا هادو، وانما هادو بعض من المحسوبين اللي محسوبين على المشجعين واللي كيشوهوا صراحه الصوره ديال المشجعين. هاد صراحه كاين اللي يعني جا حضر مباراه مشى بحالو ما وقع حتى شي حاجه، بالعكس هو خرج خوفا على راسو من هادشي اللي كان واقع هنايا، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنوا انا بحال هاد السلوكات ما نبقاوش نجبروهم، كنتمنوا اننا يجي واحد النهار اننا نبقاو نشوفوا بلي هادشي ما بقى صافي، يا ربحنا يا خسرنا، يا كره القدم كتبقى لعبه. دوز هيد اسمح لي، يعني كره القدم كتبقى واحد اللعبه اللي يا واحد غير ربح واحد غير ربح واحد خسر، ما يمكنش جوج يخسروا ما يمكنش جوج ربح. اش نقول عاد سال الماتش هادي واحد نص ساعه هيداك باقي لحد الان جماهير بركانيه داخل باقي ما قادرينش يخرجوا. كيف ما كتشوفوا كاين واحد الانزال كثيف هنايا ديال رجال الامن والقوات المساعده الى اخره، مشكورين على هاد الجهود المبذوله اللي كيبذلوهم هنايا. دابا كيحاولوا انهم يخرجوا مشجعي ديال نهضه بركان اللي جاو حتى هما باش يساندوا الفريق ديالهم. لان مشاهدي شوف تيفي غنتوقفوا معكم هنا، تلقاو معكم بعد قليل بلايص اخرى وربما مواضيع اخرى. لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنوا ان يكون هادشي هذا اخر مره نشوفوا شي حاجه بحال هادشي هذا، كنتمنوا اننا ما نبقاوش نشوفوا بحال هاد التصرفات، باش ماشي ما يجيش شي واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا واحد المجموعه اللي تسوسخ وتشوه الصوره ديال باقي المشجعين اللي كيجيو كيشجعوا بواحد الطريقه اللي مزيونه صراحه. يعني دازت واحد الاجواء حماسيه داخل الملعب، ما بغيوش اننا نشوفوا بحال هاد السلوكات كتكرر. اذا مشاهدي شوف تي في غنتوقفوا معكم هنا، كما كتشوفوا كاين واحد الانزال امني كثيف حاليا باش يتم انهم يخرجوا المشجعين البركانيين. اذا مشاهدي شوف تي في كنتوا معنا في هذا البث المباشر من مدينه طنجه، مع السلامه.